ما كنتش اتمنى في يوم من الايام اني اجي المكان ده واسجل حاجه زي دي، بس بجد الموضوع مؤلم، والموضوع فعلا قضيه راي عام. ده بيت الشخص او اللا ادمي اللي اغتصب الطفله جنى. زي ما احنا شايفين في حاجه عجيبه قوي خدنا بالنا منها، في هنا منشطات جنسيه، وفي هنا كتب عن الشيزوفرينيا وحاجات خاصه بعلم النفس والكلام ده، يعني دي حاجات ابراهيم. زي ما احنا شفنا البيت اللي كان فيه المتهم، اللي المفترض يعني ان الاهالي تكرموا وادوا له ايراد ارض عايش فيه، وكان رد الجميل انه للاسف يغتصب بنتهم. انا كنت قاعده ساعه الصلاه هنا قدام بيتي، فقيت لقيت جارتي من البيت العالي ده بتنادي وتقول يا ام هادي يا ام هادي، انا مش سامعاها، لقيتها نازله لي جاري بتقول لي ابراهيم معاه طفله صغيره هناك كده في الاوضه وبتصرخ، شويه صغيرين لقينا مامته خدت البنت وروحت بيها. رحنا جري لقينا ايه الحاجه في البيت، يا خالتي نوال طفله صغيره ما شفتهاش، هي قافله الباب. نوال دي اللي هي امه. امه قالت لا ما شفتش حد، قامت قابله رجاء قالت له خشي خشي البيت بسرعه، هي واخداه. قمت داخله جايبه البنت قلع منطلونها كله دم وبنبظها وبتنزف دم البنت. ايه اللي يطلع على المستشفى واللي يطلع هنا؟ ما في مش متوقعين ان ابراهيم يعمل كده. اعترف قدامنا قال انا عامل بصبعي وعامل بحاجتي، ارجو ان يا ريت اعدام، وان ما الحكومه ما عدمتوش جيبوه ونعدمه. اقسم بالله اقسم بالله ما يوم ابراهيم يطلع لهخصيه، هقطع له العزو الذكري بتاعه، لان زي ما البنت هتفضل معاها العمر دي هيفضل معاها برضه. يعني هو كان متخيل ايه؟ ان مفيش حد هيشوفه مثلا؟ المكان ده هيشهد عليه يوم القيامة. ولو انت كنت متخيل ان مفيش حد هيشوفك، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى شايفك ومطلع على الذنب اللي انت عملته. الراجل ده هو وامه اعدام، اعدام هو وامه، عشان ده حرام، ومفيش وزير يرضاها على بنته ولا ابنه ولا لاي حد طرف له، ومش عاوزين محاميين يطلعوا على الشاشه يقول لك لا ما نطبقش قانون الاعدام على ده بالذات. مجنون ما يعملش كده، عبيط ما يعملش كده، ده راجل ابن حرام، ده ظلم 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 ظلم. انت قريبها ولا من الاهالي؟ انت اخونا. بقينا نشوفه بدل المره كذا مره واقف للاطفال، وشفناه بيعمل حاجات كتير في حيوانات هنا. مع الحيوانات؟ مع الحيوانات، وعنده والدته في عنده عدم اغذى مواشي في توفت. طب وليه لما شفتوه كده ما طردتوهوش من هنا؟ احنا رحنا ردينا على والدته. انسان شاذ وكان بيعاشر البهايم والحيوانات. بامانه شايفين بعينينا. انت مسؤوله عن كلامك اللي قلتيه وشهاده قدام ربنا؟ وشهاده قدام ربنا قسما بالله انا ما بكذب. مواشي كانت بتبقى مواشي زي دي كده. المواشي اللي بقى يعاشرها مواشي صغيره برضو، ما بقاش يعاشر مواشي كبيره. بيعاشر مواشي صغيره. الشخص اللي ياخد طفله ما بتنطقش وبترضع من قدام بيته من قلب البيت، يبقى ده شخص ناضج وعارف هو بيعمل ايه وقت الصلاه. انا بصراحه صدمت والله العظيم، يمكن نسال الجماعه، انا بكشف بقالي كام يوم والله. سبب الموضوع المنظر من ساعه ما شفتها على ايد امها ملفوفه ببطانيه طول كده. انا جدي لو احنا شفنا ابراهيم ما يكفناش فيه اي عذاب يتخلق على وجه الارض. يعني الحكومه بتظلمني، لان احنا لو متنا ابراهيم هم يحاكموني. لو هو لو 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 الحكومه هتقول ان ما صدرش حكم اعدام او ما عندناش حكم الاعدام، فدي قرارات من 40 سنه المفروض يطلعوا قرارات جديده. بس انا بعتب عليكم كاهالي القريه هنا، لان انتوا عرفتوا ان ابراهيم عليه حكم 15 سنه، وفي ناس قالت انها شافته بيعمل حاجات شاذه مع الحيوانات، ومع ذلك سبتوه موجود يعيش وسطكم. ليه؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا ما احناش متخيلين ان هو يوصل لكده، لان هو ما جاش من يوم ما ازلني. وبعدين هو ما شفناش يوم ماشي لا مؤاخذه من غير لباس ولا شيء، راجل ماشي عادي زيه زي اي حد. انا لو شفته حتى وهو ماشي كده، هو انا لو راكب عربيه او اي حاجه همسكه هعدي من فوق وخلاص. عاوزاه اعدام، وقرايبه كمان ما يقعدوش يجوا في الحته بتاعتنا، يرجعوا بلدهم تاني. ايه اللي حصل؟ البنت دي حصل لها ايه؟ الولد اغتصبها في بيته. انت ممكن تعمل حاجه زي كده؟ لا. ليه بقى؟ عشان مقدم محترم. انت متضايق من اللي حصل ده؟ اه. ان البنت برضك صغيره خالص، عندها سنه و8 شهور، وهي قريبتي كمان. البنت حصل لها ايه؟ اغتصبها
اغتصبها يعني ايه؟ يعني اعمل حاجات وحشه فيها. انت شايف ان دي حاجات وحشه ما ينفعش تحصل؟ اه. انت ممكن تعمل كده في بنت الناس؟ لا. طب ابراهيم اللي عمل كده ده تقول له ايه لو هو شايفك دلوقتي؟ حسب الله ونعم الوكيل فيه. حسب الله ونعم الوكيل فيه. علي محمد علي الشربيني، عضو بقرية دملاش، مركز بلقاس، دقهلية. انت شايف ايه العقاب اللي استحقه ابراهيم على الفعل اللي هو عمله؟ والله العقاب اللي استحقه لو قلت الاعدام يعني ممكن ان احنا بعد ما نعدمه نمثل بجثته، وان كان اذا كان الاسلام او الشريعه يمكن ما تبحلناش بكده، بس ده الشيء يشفي غليل كل ام. اقول لمامة جنى والوالدها ربنا صبرني كعمده، ربنا صبرني كعمده القريه، لان انا اللي كنت مسؤول عن البيت، المفروض انا اللي مسؤول عن البيت، مش هو. انا مسؤول عنهم قبل امها وابوها. والساده المستشارين الافاضل بتوع جمهوريه مصر العربيه، انتوا فين يا افاضل يا ناس يا محترمه يا رجال القانون؟ عاوزين نغير القانون. احنا دلوقتي في قريه ميت زون اور، تعالوا نشوف راي الاهالي في البلد اللي كان عايش فيها. المفروض ده يعني ياخد اشد عقاب. لا يا عم الحاج رضا، انا عاوز يتعدم في ميدان عام. انا اللي جايبه مضطرب يا باشا. كان اجرام يعني ما كانش مظبوط. اطالب بـ بـ باعدام خالص، لو هو يتعدم بس امه مظلومه وابوه مظلوم. قتل وخد 15 سنه وطلع نص المده، بس ما ينفعش ده يطلع يمشي بين الناس. ايه المستشفى اللي تطلعه؟ ابوه اتضرب مره واتنين، وابراهيم حرق بيتهم. طب دي لو بنتك انت كنت هترضى لها كده؟ طبعا ما ارضلهاش. لا لازم يتعدم، بقول لك لازم يتعدم. بس ده ايه اللي خلاه، ايه الامور اللي خلته يقول ان يحصل الكلام ده؟ ازاي يطلع من المستشفى؟ هجم عليه، هو عايزه يتعدم. وانا قريبه ماشي، بس هو ابوه وعيلته كلها. بس هو مريض ولا لا؟ ايه؟ هو مريض ولا لا؟ لا اهم هو هيتعدم. انت بتسجل دلوقتي يعني؟ انا لسه لو عايز تسجل انا اسجل لك. صح يعني لو عايز يعني. ابراهيم ابوه جاب له السم وحطه، بس امه ما قدرتش. ابوك عايز يسمه؟ عايز يسمه. انت بتتكلم بجد؟ عايز يلم عمك؟ قال له ليله منك وليله مني، امه دي شركه بني. هو راجل بيترقله كده ساعات. انا بقول لك ماشي هنا له ضحكه حلوه. جانا جات لنا في حاله سيئه جدا، بكاء هستيري، عياء شديد، وأهلها في حالة هلع شديد. بالكشف الظاهري على الحالة وجد بها نزيف شديد وتهتكات شديدة موضعية. كان قدامي أكتر من تحدي. التحدي الأول النزيف الشديد اللي لابد أوقفه، لأن طبعا دي كمية الدم في الطفلة زي دي بتبقى قليلة، فأي فقد للدم هيبقى مؤثر جدا على حياتي. التحدي الثاني الأخطر، إزاي أرجع كل شيء لوضعه الطبيعي، إزاي أرجع أنسجتها لحالاتها الطبيعية. فحضرتك أنا لما لقيت الأنسجة متهتكة جدا، دي طفلة 18 شهر، تخيل حضرتك الأنسجة بتاعتها متناهية الصغر أصلا، وفي حالة تهتك شديد وفي حالة نزيف شديد. فطبعا الوضع كان صعب جدا. استعنت بالله وتوكلت على الله وبدأت أحضر لعملية تجميل. البنت دلوقتي بقت طبيعية، يعني غشاء البكرة بتاعها تمام وكله بقى تمام، ولا لما تكبر هيبقى فيه مشاكل؟ الأنسجة رجعت لوضعها الطبيعي تماما. اللي اقدر اقوله لحضرتك ان بمرور الوقت وبمرور السنين ان شاء الله بعد كده بيحصل التئام في انسجتها، التئام طبيعي وبترجع حاله طبيعيه. الحاله دي كانت حاله فريده جدا، وكان من الحالات الصعبه مش على المستوى الطبي بس، على المستوى الانساني. يعني كانت المساله في غايه الصعوبه، وحاولت اتخلص من العواطف جوايا عشان اتعامل كجراحه. يعني لابد اكون يكون في حزم شديد وبتعامل مع مليمترات، واي غرزه غلط هتدمر مستقبلي. انا واثق ومتاكد ان الكلام ده ممكن يفيد النيابه او التحقيقات، لانه كلام مهم جدا. شخص شاذ جنسيا كان بيعاشر الحيوانات والبهائم، كان بيتحرش بالاطفال. لي عتاب كبير قوي على أهل البلد اللي سابوه بعد ما عمل الحاجات دي. كل اللي أقدر أقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. حافظوا على أولادكم.